دانت محكمة أسترالية شخصا بمحاولة تفجير طائرة إماراتية في سيدني في يوليو 2017 بإعاز من داعش، واتهمت الشرطة رجلا يدعى خالد الخياط وشقيقه بالتخطيط لهجومين إرهابيين أحدهما بغاز كيماوي على الطائرة الإماراتية. وقالت الشرطة الأسترالية إن المتفجرات التي كانت ستستخدم لاستهداف الطائرة وصلت من تركيا، وإن تنظيم داعش استخدم الأراضي التركية لإرسال متفجرات كانت ستستخدم في العمليات العسكرية لاستهداف الطائرة الإماراتية في سيدني. للنقاش معنا من بون الألمانية رئيس المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد. أهلا بك سيد جاسم، كيف تفسر وصول المتفجرات من تركيا لأستراليا لاستهداف طائرة إماراتية؟ أن تصدر نتائج التحقيقات من دولة مثل أستراليا بالكشف عن وصول متفجرات من تركيا إلى أستراليا لغرض تنفيذ عملية إرهابية ضد الطيران الإماراتي من قبل عناصر من تنظيم داعش، يؤكد إصرار تركيا وكذلك علاقة تركيا وتورطها في تنظيم داعش. أن تخطط تركيا بهذه الطريقة وإرسال هذه الشحنات جويا إلى أستراليا، هذا يعني بأن لديها أبعاد أو لديها بعد أيضا في تنفيذ العمليات الإرهابية، لن يتعدى فقط تورطها عند الحدود العراقية السورية وتورطها في شمال شرق سوريا في تنظيم داعش، ولكن هنالك عمليات يعني تركيا ممكن أن تكون متورطة بها دوليا. وهذا يدفعني للسؤال أكثر دقة معك سيد جاسم، يعني أمنيا هل يمكن أن تنقل هذه المتفجرات دون علم من الأمن التركي؟ بدون شك لا تمر أي شحنة من خطوط الطيران التركية، ونلاحظ أنه الإجراءات يجب أن تمر بعدة إجراءات فحص وكشف. هذا النوع من المتفجرات بالتأكيد هو مر بموافقة الحكومة التركية، هذا النوع من المتفجرات بالتأكيد هو يخضع للمراقبة، وهذا يعني بأن الحكومة التركية هي متورطة بشكل مباشر، وهذا شاهد آخر ودليل آخر على تورط تركيا وخاصة أردوغان وربما أفراد من عائلته خاصة نجل أردوغان في دعم تنظيم داعش، ولذلك هذه العملية هي تعتبر شاهد إضافي إلى تورط تركيا بدعم تنظيم داعش سواء كان في العراق وسوريا وكذلك في مناطق جغرافية أخرى. سيد جاسم، كيف سيتعاطى المجتمع الدولي مع تكشف الأدلة أكثر فأكثر على أن يعني تركيا تدعم الإرهاب بشكل مباشر وغير مباشر من خلال أيضا ملامح وتفاصيل هذه القضية؟ المشكلة أنه هنالك الكثير من الكشف والدلائل حول تورط تركيا، وتصدر هذه الدلائل ليس من مصادر من دول الشرق الأوسط. على سبيل المثال هنا في ألمانيا كشفت قناة الاي ار دي والقناة الأولى الحكومية الكثير من تورط أردوغان مباشرة في العمليات الإرهابية لدعم تنظيم داعش أو التورط بتنظيم داعش خاصة في شمال شرق سوريا وكذلك في العراق ودعمها أيضا إلى الإرهاب في ليبيا. هذه لم تكن جديدة، هنالك تكشف، لكن للأسف أنه هنالك مجتمع دولي أو مجلس الأمن والقرارات التي صدرت الأممية من مجلس الأمن بضرورة مراقبة ومحاسبة الدول المتورطة في دعم الإرهاب، نجد أنه عدم وجود هذه الفاعلية. لذلك المجتمع الدولي يجب أن يطلب محاسبة هذه الدول، ويجب أنه مثل هذه الدلالة أو الكشف عن المتفجرات التركية إلى أستراليا، هذا يعتبر شاهد ودليل ممكن تفعيله قضائيا ضد تركيا. يعني لا تنتهي القضية إلى هذا الحد فقط الكشف وتغطيتها إعلاميا، يجدر أن يكون هنالك متابعة إلى توجيه الاتهام إلى تركيا بأنها متورطة في عملية الإرهاب. هنالك شواهد كثيرة أيضا، الاستخبارات التركية ميلت أيضا
كانت متورطة كثيرا أيضا في نقل الأسلحة وكذلك المتفجرات إلى تنظيم داعش داخل سوريا وكذلك العراق. هناك الكثير من الشواهد والأدلة. يعني نقل يعني وتحول تركيا إلى دولة داعمة للإرهاب في عهد أردوغان، سيد جاسم، كيف يؤثر على حظوظه في الداخل التركي في الاستمرار؟ نلاحظ الانتخابات الأخيرة انعكست سلبا على أردوغان، ونلاحظ أنه خسر مدينة إسطنبول وكسبتها المعارضة، مع عدا ذلك هنالك أيضا مدن تركيا بدأت ترفض سياسة أردوغان، فإذا انعكاساتها السلبية على وجود أردوغان، وأجد أنه طموحات أردوغان هي ربما تتعدى أيضا تركيا، ويحاول أنه تنفيذ أو تحقيق الحلم العثمانية والإمبراطورية واستعادة الإمبراطورية العثمانية، وهذا ما لا يريده ربما المواطن التركي بسبب هنالك انعكاسات سياسية واقتصادية وحتى أمنية على تركيا. فأجد أنه مستقبلا سوف يواجه أردوغان الكثير من المشاكل في حياته السياسية. جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي للدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، كنت معنا من بون الألمانية، شكرا جزيلا لك.